ملاقي في برنامج نهار جديد وبالنيابه عن شبكه تلفزيون النهار خالص طبعا يعني تعزينا لاهالينا طبعا اللي توفاهم الله، يعني ضحايا السيول اللي يعني موجه السيول اللي كانت يعني موجوده في مصر على مدار اليومين اللي فاتوا، يعني ربنا يرحمهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته. واحنا عايزين نقول لكم انه بناء على توجيهات رئيس الجمهوريه القوات المسلحه المصريه، بصوا جيشنا وبتاعنا وما بيقدرش يتاخر عننا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. انا اسفه جدا، ساعات بتزعلوا مني ما بقول الكلام ده، انا اسفه قوي. يعني انا بحاول استخدم يعني مش لغه عربيه مكلكعه، لكن جيشنا جيش المصري جيش العظيم اللي ما يقدرش يتاخر عن شعب مصر في اي حاجه. القوات المسلحه المصريه نزلت تساعد اهالينا، دفع بعربيات علشان شفط الميه، الاهالي كانوا بيستغيثوا اول اصلا، يعني لو انتوا تابعتوا اول ما حصلت المشكله الناس كلها طلبت الجيش المصري بنزوله وبالتدخل، والجيش استجاب على الفور. وكان في توجيهات من رئيس الجمهوريه حتى قبل استغاثه الاهالي انه القوات المسلحه المصريه تنزل وتشارك وتعين الاهالي. جيشنا الجيش المصري، الجيش المصري مننا ولينا وبتاعنا، مننا ولينا وبتاعنا. فاصل